أطعمة تزيد الشعور بالجوع، لا تتناولها على السحور إطلاقا. يميل البعض إلى تناول سحور ثاقل لضمان الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، إلا أن هذه الشعور لم يتخلص منه طوال فترة الصيام، فبعض أنواع الطعام تزيد من الجوع ولا تنقصه. من هنا نرصد معكم خمسة منها في هذا التقرير كما وردت في موقع Eat This. واحد، السكريات. السكر وكل ما يشبهه يسببان حالة شبه إدمانية، وكلما أكلت من الحلوى كلما أردت المزيد منها، لكن هذا لا ينطبق على الفواكه لاحتوائها على الألياف والمغذيات، لذا فيمكنك تناول الكثير من الحلوى دون الشعور بالشبع، لكنك لن تستطيع أن تأكل 10 تفاحات على سبيل المثال. اثنان، الجبن. هل تعلم أنه كلما أكلت من الجبن كلما شعرت بأنك تحتاج إلى المزيد منها؟ يقول خبراء التغذية أن البشر مبرمجين على رد فعل شبه إدماني للبروتين الموجود في الحليب، والجبن مكون من الحليب، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والملح، وكل هذا مسؤول عن الهوس بالجبن، لذا فكلما أكلت منه كلما أردت أكثر، وهناك أنواع من الجبن إذا أكثرت منها تشعرك بالعطش طوال فترة الصيام. ثلاثة، الكرواسون. بعض الناس يفضل تناول الكرواسون على السحور، لكن هذا الخيار غير صحيح على الإطلاق، فهو مكون من دقيق والسكر أبيض، وهم لا يحتويان على الألياف والمغذيات، ونتيجة لذلك تقفز نسبة السكر في الدم ثم تنهار سريعا لتسبب لك شعور بالجوع أقوى مما كان قبل أكل الكرواسون. 206.1. من منا لا يحب الأكل الصينية، فهو اشتهر كثيرا في مصر، ويقبل عليه الكثيرين طوال العام، وبعضهم يفضل أن يتناوله في وجبة السحور. في كثير من الأحيان يستخدم أصحاب مطاعم الأكل الصيني الجلوتامات أحادية الصوديوم كمحسن نكهة، وهي توجد أيضا في أنواع أخرى من المواد الغذائية مثل الحساء واللحوم المصنعة وغيرها، وأشارت بعض الأبحاث إلى أن المواد الكيميائية في تلك الجلوتامات تسبب زيادة كبيرة في الشهية وستجعلك تشعر بالجوع أكثر. خمسة، الكاتشب. إذا كنت من محبي الكاتشب، فمن الأفضل أن تتخلى عنه في وجبة السحور. يعد الكاتشب أو أي طعام يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، يساعد ذلك على زيادة الشعور بالجوع ويفتح الشهية بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك يسبب خللا في قدرة الجسم على الحرق ويقلل من إنتاج هرمون الليبتين الذي يساعدنا على الشعور بالشبع، لذا لا تصل إشارة إلى الجسم أنك شعرت بالشبع، ما قد يجعلك تشعر بالجوع حتى بعد انتهائك من سحورك مباشرة.